فرحانة جدا لأنني من وسط فني ومن عائلة فنية، وفرحانة أكثر لأن الأب ديالي هو بوشايب جديدي. أنا كنشوف أنه فنان كبير جدا وقدوة ليا. طبعا عرفت منه بزاف د الحوايج، يعني تفاديت بزاف د الأغلاط ممكن كنت نقدر نوقع فيهم في اختيارات فنية أو لا في مسار فني، فاستفدت منه بزاف، استفدت من تجربة ديالو في المسار الفني. كيف ما قلت في البرنامج، فالطلاق شيء عادي، ماشي شيء اللي كيحشم ولا مخزي ولا يعني شيء اي واحد يقدر يوقع فيه، وهو تجربه، فماشي فشل، ماشي حتى شي حاجه خيبه باش نخبيوها ولا تحشمنا اننا نقولوها ولا نصرحوا بها. انا يعني ضد اصلا ان الانسان يطاول لا في انستغرام ولا من غير الانستغرام، فيعني الحياه قصيره، يعني ما كاينش علاش نخليو دي طاش نواغ مورانا. من الاحسن الى الانسان بغى يسالي واحد العلاقه يساليها بواحد الشكل اللي ودي، واحد الشكل اللي يحترم فيه اوموان ديك العشره اللي كانت دازت بيناتهم. و كنشوف اللي كل واحد هو حر كيفاش كيفكر، هادشي ما نقدرش نعيب عليهم ولا شنو كيديروا. يمكن الانسان كيكون في واحد لاغاج او لا في واحد تيكون مخلق، تيكون معصب، تقدر يفجرها بان ستوري، ولكن اللي كنأكد لك انه غادي يندم وغيكون كيندم ابخي، يعني سيغمون. كنشوف بانه مساحه وارضيه جيده للفنان انه يسمع شنو قادر يعطي، ويشوفوه الناس عاوتاني في حياته، في كيفاش كيتصرف، كيفاش كيتعامل بواحد لا سبونتانيتي. فهو ماشي برنامج يعني حواري او لا، كنكونوا بيناتنا حنا لي زارتيست، والموسيقى لايف اكوستيك، طبعا فرقه موسيقيه جميله جدا، ففرحانه بهذا الشيء اللي كنقدم، وان شاء الله الخير مازال قدام. على مستوى الغناء كاين جديد فني، غير دابا مازال ما تمش اختيار باش غادي نبدا، حيت كاينه اغنيه خليجيه واغنيه مغربيه، وان شاء الله طبعا تكون حصريا على قناه سلطانه. شكرا لكم على التتبع، وشكرا لكم على تشجيعكم، وسلطانه واحد لو سيبور لي محترم، وكيشرفني انني نكون معك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.